النهاردة هنعمل قلقاس متوكلية. القلقاس ده من كتاب الطبخ المصري زهر الحديقة في الأطعمة الأنيقة من القرن الخمستاشر. والاختلاف ما بين القلقاس اللي احنا بنعمله اللي عارفينه القلقاس باللحمة عادي والطريقة دي هي ان بيستعملوا سبانخ بدل السلق لعمل القلقاس باللون الأخضر اللي احنا متعودين عليه، فاحنا بنعمله عادة بالسبانخ وساعات بنحط فيه برضو كزبرة مدقوقة بالشكل ده، ولكن السبانخ هو الجديد علينا. عادة بنحط سلق يكون مسلوق وبيدق أو بيتهرس بالكبة. المقادير بالنسبة للقلقاس باللحمة، عندنا نص كيلو لحمة مكعبات تكون مسلوقة، ونحتفظ بالمرق بتاعها لأن هنحتاجه بعد كده. معلقة سمنة كبير، بصلة مفرومة، معلقة كبيرة ثوم مفروم، معلقة كبيرة كزبرة مفرومة، نص معلقة صغيرة كزبرة جافة، نص معلقة صغيرة شطة، مرق سلق اللحمة زي ما قلنا، 2 كوب قلقاس مكعبات مسلوق، كوب سبانخ مفروم ناعم، ونص كوب كزبرة مفرومة ناعمة. أول حاجة بنعملها إن احنا بنحط السمن حاسة ان هو شوية صغيرة، هزود معاه شوية زيت وهحط اللحمة تتشوح. عايزين اللحمة تاخد لون خفيف والبصلة تصفر. اللحمة مسلوقة والقلقاس كمان مسلوق، فالوصفة برضو مش هتاخد وقت خالص معانا. اوكي، اول البصلة ما بتبتدي تاخد لون خفيف بنحط الثوم، بنحط شوية شطة، بنحط الكزبرة الناشفة والكزبرة الخضراء. وبنشوحهم على النار مع بعض. أول ما نشم ريحة التوابل طالعة بنحط المرق على قد ما نحتاج، ما نزودش لان القلقاس مسلوق جاهز، فمجرد بس مرقة تكفي القلقاس واللحمة. دلوقتي هحط القلقاس واشوف لو محتاجة مرقة تاني ولا لا. نخلي بالنا واحنا بنقلب علشان القلقاس ما يتهراش. نحط شوية صغيرين خالص. ودلوقتي عندي السبانخ والكزبرة الخضراء مسلوقين طبعا سلقة سريعة،
او متشوحين على النار للي يحب، ومجرد بس هنخلطهم مع بعض في الهون. ممكن نحط فص ثوم زياده لو حبينا معاهم. القلقاس كده جاهز، هنحط له السبانخ والكزبرة الخضراء ونقلبهم مع بعض، نقلبهم بالراحة. علشان القلقاس ما يتهراش ونسيبهم على النار يغلوا مع بعض حاجة بسيطة، وكده القلقاس بتاعنا جاهز. وفكرة حكاية السبانخ دي ممكن تجربوها وتشوفوا هتحبوا منين أكتر، الطريقة اللي متعودين عليها بالسلق ولا دي.